ما شاء الله. المهم يا احمد، انت ناوي يعني بجد والله العظيم انت نفسك في ايه بجد؟ نفسي في ايه؟ نفسي ابقى سعيد. ما تغير اسمك. الو انا ما ينفعش حلو احمد، غير اسمك بجد والله. يعني هل تفتكر ما غير اسمي هيبقى سعيد فعلا؟ الحمد لله. انت فارق اللي مع... انت عايز انت تقول انا عايز ابقى سعيد، ولا انت عايز نفسك تبقى سعيده؟ عايز ابقى هابي، تبقى ايه؟ عايز اي فيل هابي. روح الهند، في هناك في قلب الهبل، انا معيش غير ورود. فيل يعني يشعر، هابي يعني سعاده او سعيد. حد بيتكلم انجلش كويس فيكو؟ رهيب في الانجليزي. مش هتلاقيهم بيعرفوا يفهموا، مش هتلاقيهم كلهم انت كلهم انت ما انت المفروض بتتكلم كل اللغات، انت عايش في تركيا الحبيبي. انا ممكن اقول لكم على حاجه، يعني ايه رايكم لو احنا كلنا بدل يعني نقلبوا المحادثه كلنا انجلش، ايه رايكم؟ اوكي نو بروبلم. شو ده بلاش انت شور. لا سيبك من الزورة. شور يلا. هي ويلكم هودا. ويلكم هودا. Welcome. Huda. How are you? I am fine. How are you? I'm sad. Why not? Why يا حبيبي؟ Why? I want to marry. ايه ده يا حبيبي، دي انجليزي؟ اه محمد رمضان. يا حبيبي يا حبيبي. اه جدع صح. عيب عليك. والله انا معاكم ما يتزعقش منها والله. I'm here. What? I'm here. What? I'm single. You. She wants to marry you. Lara. اخواتي انا استاذن. بعد معاكم ما يزعلش منها والله. بس في حد بيتكلم عليا؟ انا هبص بص عليه كده. بنت ليبر. بنت ليبر. بيوي. يلا هودا. احلى هودا. لو فاكر اي حاجه موجود، لو حد كلمك كان موجود. اخوك حمد بجد؟ لو حد كلمك كان موجود. بس ريبر بيو بلا شك. هي الشغله في بيو. يا بقول لكم يا جدعان، ثواني كده. هاي. لا بتهزري بجد؟ واي واي بس ايه ده؟ هاو اولد ار يو؟ تجبيس 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 يا ستي، انا بضحك معايا يا ستي والله. انا عارفه انا عارفه تجبيس. جماعه احنا هنتجحفل. يا لهوي ناخد بفيه. ايه على ايه؟ على حاجه كده. جماعه احنا هنتجحفل مع بعض. نروح فاصله، نروح فاصله. هوب 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 هوب. ابو علي اسطوره ورب. يا جماعه هنتجحفل هنتجحفل ناخد بالنا. عايزه اروح فاصله. هنتجحفل وهنتجحفل. ناخد بالنا بالله عليكم. عايزه اروح فاصله. بابا يا حسام الطهر يا ابو علي والله بولا هشام مودي اكس في كولة فصله. عايش فصله يا جماعه. فصله. كل اللي عندي شيف ابو علي فصله. ناخد بالنا بالله عليكم. تكبيس. شباب بالله عليكم كله يشيف ابو علي الله يعز اسطوره. تكبيس يا حبايبي تكبيس. وهم مستنيين الفصله يا حبايبي مع بعض. اخر كولة فصله كده. هم مستنيين الفصله. ناخد بالنا كده. هم مستنيين الفصله. ناخد بالنا مع بعض. حسام مع بعض تنشد التلات كلها. ابو علي كله يشيف حبيبي. تكبيس. هم بيجحفلوا في اخر الجوله فوق. عشان دي الفصله هيجحفلوا في اخر الجوله خالص. ناخد بالنا. نورهان ممكن تعملي ميوت لكروان والديب كده؟ عايزاكي. انت كنت بتقولي ايه على عقرب؟ كنت بتقولي شيريرو؟ لا يا حبيبتي حاجه. ايه
كل ثواني نشت ما نقفش تكبس بتقولي مش واخده بالي خالص اقسم بالله تقبل جدعان ناخد بالنا من الفصله ناخد بالنا من الفصله بيجحفلوا اخر الجوله ابو علي وقلوب يا شباب اللي هيقول كده هتلوه اشراف يلا يا شباب مع بعض هو مين بيزودوا مع بعض طب من عندكم ولا من عندكم من الشد على الطبل وعلى اخر 30 ثانية اهم حاجة جدعان الطبل بص الطبل 1800 يا جماعة كده 1800 هو ده اللي فيه الشباب مع بعض قلبي يا عم ابو علي شيال حملينا اخويا الاسطورة فتحوا الدبل مع بعض مع بعض فتحوا الدبل صوروا لي الجولة دي فتحوا الدبل فتحوا الدبل سفرين سفرين هلا عرباني نسوى المشي هل كنت بتقولي ايه بتقولي شيرينه ولا ايه بيت شباب بتقولي شيرينه بس على الدبل وكله تشوف العقرب شباب كنت بتقولي لي عقرب يا الاسطورة هذا اللي اسمه اقسم برب اخويا الاسطورة تكبيس 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 جماعة الدبل هيجحفلوا الدبل يا الله طب ايه نجح في الاخر الجولة نعمل ايه في كفاز مرعب يا اسطورة في كفاز هو انتوا هو انا مش قلت انتوا في حد فيكم عمال يلغي الميوت لحد ويعمل ميوت لحد استنى شوف الميوت اللي اتعمل الاول بعد كده اضغطوا عليه معاك هشام كفاز اخر 30 ثانية اخويا اقسم بالله كفاز اخر 30 ثانية يا هشام بالله عليك اقسم بالله اخويا اللي ما قصرش معايا الله يعزك تفوا يا شباب بس بره بعيد ها بتقول ايه يا ليه اعمل ميوت للواد اللي هو بيقول العرباوي ده كده يا سفرين يا عم يلا يا شباب ده انت كلبت اليوم السادس كان هيسميك كروان فتحت الجولة من هنا عشان حاسة ان انا هحط صحابة مش حتة تدريس دي الفصلة دي الفصلة دي احكم لكم وكل الناس اسف على الكفاز بقى شوية يا شباب للايف يا شباب احلام شوف ابو علي الاسطورة فين جد عم ابو علي الاسطورة نمي لا ما تفكوش اعمل له ميوت الميوت اتعمل له ما يتفكش عنه يعني الميوت اتعمل له ما يتفكش عنه جدعان الله يعزك والله ايوه يا سانا مش حياتي كافر بمسكنا احنا عندي مش تحكي ويبسو بان الحلاوه والعز على السفرة على ايوه ماشي ما هو اعمل له ميوت وما تفكوش تاني يعني اعمل لي ميوت لشخص ما تفكوش تاني بلاحظ ان انت في حد الغى كاتب مع بعض روح من بعض مش هنركز في الجوله كده بالله عليك معايا عشان دي فصله ركز في الجوله علي الطلاق يا كماعة ها؟ أبو علي اللي عامل له أغنية في الاستوديو بتاعك كتير وعم أحمد ليه 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 دلوقتي اللي عند نورهان ده عند نورهان صح؟ شباب للشت ده من عند نورهان على الكفاز طيب على الكفاز على الكفاز مع بعض الكفاز كفاز يا شباب زي ما ينسلوا احنا الناس الكفاز كفاز عالكفاز الفاصلة يا نهار اسود عليا عالكفاز يا شباب يلا ارمي كفازك يا هشام ارمي كفازك اوب ارمي كفازك يا هشام تعي تكبير بسرعة سويت وقت يا شباب سويت وقت كسبي سويت وقت سويت وقت يسعد دين العرباوي يسعد دينك يا شيخ يسعد دينك يسعد دينك اخويا الاسطوره والله ما قصرت اقسم بالله عايش عرباوي سفريه محمد حسام الله يعزك بولا بريانة يا اسطوره تمام ماشي كرواني هتحكمي يا ليل احي انت كنت كسبت وكنت هتحكمني انت كنت هتموتني ماشي قولي احكامي
الحكم الأول فلتر، الحكم الثاني كل ما اقول لك قرار تقول لي ابو علي وقلوب الله يعز. نورهان تحكمي ولا ما تحكمي؟ لا حتتحكم يا حبيبي معايا. نورهان تحكمي ولا تعطي لي حصانه؟ عم ابو علي يا قلبي الله يعزك والله. هي ما بتسمعش. الحكم الثاني الحكم الثاني نورهان احكمي. انت طرشه اهدري هو ايه كلامي نورهان. هي اللي تطرش في نظارتك. الحكم الثاني يا كروان انت بتطلب بكلام احنا مش فاهمينه. فلتر خلاص تمام يا حبيبي. انما انت كمان ادي لي ادبك. قرب يا كروان كده. ازاي كلام مش فاهمين؟ انت بتضحكي على لغتي. لا ما بضحكش على لغتك، انا بضحك على عبطك. انت بتضحكي على لغتي. انت بتتحدث كده ليه؟ يعني انت قللتي الاحترام. بقول لك ايه، هي ما كلمتكش. انت بتتكلمي على لغتي دلالي، لا تتكلمي على لغتي. حقك عليا يا صديقي. يا دي انزل يا دي، انا مش فايقلك، انا عندي مشاكل. ولا انت عندك مشاكل، روحي حلي مشاكلك واطلعي لايف. انت دايره هكذا، تعرف انك عايشه متضايقه جدا يعني. ولا ايه ده؟ ايه ده؟ الشباب عم ابو علي ما قصرش كله يشوف. تكبيس يا جماعه. بقول لك يا ليل، انا لازم ضروري وهبعت لك مسج. طب ماشي، انزلي نار انزلي. انا هنزل وهجي لكم تاني، انا هنزل من اللايف خالص. اوكي ماشي. كمان شت نورهان هتلعبي ولا امشي ولا ايه؟ تعالى جوله راس براسي نورهان. بتتلعب بيه بنورهان انا وهي واحد على فكره. ايوه صح. تكبسه ايتا 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 ايتا. انا عندي خمس ونات وهو عنده خمس ونات. انا عندي خمس ونات وهو عنده خمس ونات. ورب ما حذقتيهم التلاته. جوله واحده مسموح فيها كل حاجه. اسامه اطلع من النبي، اقفل الباب ده. البتاع عماله تكرع السطح. جدعان جدعان، كروان عنده خمس ونات وانا عندي خمس ونات. جوله واحده مسموح فيها كل حاجه. ما حذقتيها. شدوا تكبيس. نو مع بعض. تدو تكبيس اخد خمس ونات منه، اخد الخمس ونات منه. اركعي يا ماما، اركعي واسكتي. ارجعي بلا بتاع، هاخدها. ارجعي ان شاء الله اخدها. فيش منه. ان شاء الله. ايوه حمى مفتحتها. طق تكبيس. ماشي يا كمان خلص ورايح له، قولوا له كايلك اربع دقايق وكايل. تكبيس 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 تكبيس. لا 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 تكبسنا 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 بتاعتنا ان شاء الله يا اكس. تكبيس تكبيس تكبيس. ايوه كده شجعوني. ايوه كده بتاعتنا ان شاء الله جو كده. ايوه ده التشجيع اللي بحبه. مش هتاخدها. تكبيس تكبيس تكبيس. جماعه اتبرعوا بقلوب. ليه يا يمنى؟ قلبين يا شباب، قلبين وعشر ورود وارد. رجاله بوسه اللي هيبعت بوسه بوسه ان شاء الله. نفتح الدبل قلوب، اللي هيبعت ورده هطيفه. جدعان الدبل مهم، الدبل مهم يا شباب. انتوا فين يا شباب؟ جدعان الدبل مهم. تعالوا بسرعه افتحوا لي الدبل، اللي هيفتحها هطيفه. يا هادي بسرعه 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 بسرعه. دونتس عاش يا هادي. ارحب يا اسطوره ارحب. يسعد قلبك. كله شوف اللي تاكل تا كمان يا مودي. جدعان ارحب يا اسطوره ارحب، منورنا والله. عالدبل عالدبل ارحب يا اسطوره. اكتب كول نجاح يلا في مع بعض. نجاح في الدبل، مش نلعب في بدايه الدبل، نجاح في الدبل مع بعض. انا عايزه نجاح في الدبل، اخر خمس ثواني نجاح في له. ابو علي وقلوب يا شباب. تكبيس تكبيس ان شاء الله يا نادر. تكبيس. هو مين اللي معاه ليه ايه ده؟ كروان ايه اللي مين؟ يا سلام الفلتر مغيره. يا حلاوتك يا ليل. والله العظيم هما اللي بيسالوا، انا بقول لهم انت مجنون يعني. ماشي يلا يلا نشد نشد. اتفرج والله انت عارف يا كروان في ناس غير انا وانت بالاسكورات بتاعتنا دي بتعمل احكام صعبه. اه والله العظيم. اه هادي يسعد الدين. هادي مع بعض يسعد دينك يا هادي. جماعه بالله عليكم يسعد الدين هادي، اقسم بالله
يا طب اقول لك على حاجه، الحيتان الحيتان انت كده نورت لي الحيتان. عرباوي جماعه ناخد بالنا عشان هما هيجحفلوا، ناخد بالنا عشان هما كده هيجحفلوا. لا لا ده هادي كده، نور لي الحيتان. 6 حيتان؟ ايه هادي ايه هادي، انت قبطان ولا ايه؟ دي فين يا حبايبي؟ دي فين هادي؟ هادي وقلوب. ايوه الله ده شكل فيك رشاد، شكل فيك رشاد عندي عليك. هادي وقلوب. ايه يا جهاد؟ ايه جهاد لحقتي؟ لحقتي يا جهاد؟ لحقتي تكرشي؟ قشطه قشطه يا جهاد. تكبيس تكبيس. جماعه ناخد بالنا من الجحفله اللي عند كروان، عشان عندي 5 ونات وهو عنده 5 ونات. الونات يا شباب الونات. ايوه عنده جحفله يا اكس، ما انا عارفه يا عمان. اهلين يا خالد حبايبي، شدوا تجويس. انت مجنون انت يا رب، انت مجنون. مع بعض يا شباب جدعان تجويس. الكولة يا شباب جدعان تجويس. جدعان هيبقى في جحفلة ناخد بالنا مع بعض مع بعض. قلبي يا خالد شدوا شوية يا جماعة، نشد. جدعان ناخد بالنا هيجحفلوا. جوكر جحفلة جاية. ماشي جدعان. شباب 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 يا جماعة. لا يا جماعة يا 3 حصانات يا كروان. ايه النور ده؟ هتنسلي يا ماما انسلي. مفيش إيه؟ حصانات. مفيش حصانات ازاي؟ لا اما تسامحي لا اما تكملي. لا اما سامح لا اما كمل. ايه؟ ما احنا قلنا جولة واحدة. ماشي خلاص اللي انت عاوزاه. حصانة ماشي؟ ماشي. يلا بابا. بابا. مع كمان شت. يلا هو فين؟ نفسك ترجع انسى مالكش مكان، تورينا وكا ما انت وكعني الزمان. اهو لا صدقني ما دام قلت اهو سويت كذي صح صادق. اي قعدت قعدت صادق صادق تبارك الرحمن. ترى وجهك سينمائي انت، وجهك وجهك سينمائي لازم تسوي. يا بدر انت عارف ده السبكي شلون هادك كذي؟ اي ابو انت وشنو انت وكلكم اهاليكم ممثلين. انا ابوي ليش بالنفط طلع؟ ابوي ليش ممثل يا اخي؟ يوم بقول حق ابوي يمثل ابوي غني. شوف حد بيعلم ممثل انا؟ تبي تمثل وياه ولا شنو؟ لا يعني اشوف ما انت ما عندكش حد بيمثل يعني؟ انا انت ايه؟ قول لي يا بدر قول لي يا بدر نفسك في ايه وانا احققه لك. نفسي في ايه؟ بس فرصه فرصه. نفسي اعد للثلاثة وتطلع من القسط. 1 انزل يا احمد. 2 3 ما حققت اللي بنفسي. ليش؟ ايه ده؟ ايه نزل. اغمى عليه اغمى عليه من جمالك. اي انا لاحظت. ولا يا احمد حسين ايش رايك بالستايل مال الستاره والغنفه؟ والله والله تني ما ماضي يعني تني بعرس. هو غلبان يعني هو ولا حد محترم جدا هذا. نعم نعم فيه والله نعم فيه والله والله.
طب هو فين يا احمد؟ جاي يعملها يمكن. يا ابني طب قوم خلاص يا ابني، الناس هتنزل. احمد غرق. احمد يا احمد، احمد غرق بالذهب. الله. طب احنا نازلين. لا هذا طلع ساحر بعد. كيف غير لون البدله كده؟ از ماجيك. شنو يا اخي؟ هلا هلا. طبعا ماجيك. ماجيك بلانت. لا ده ماجيك بلانت. تعرف ماجيك بلانت؟ سوي سيرش. صدقني يا بدر صدقني، كان ممكن تطلب حاجة أحسن من كده، كنت أنفذها لك. عربية، طيارة خاصة كده. عربية حلو. كار يعني. أنت كار. عارف تعرف شنو عربيتي بجد؟ والله شنو؟ والله بتكلم بجد. شنو؟ وقت يا بدر من فضلك. استايم استايم. انا اسف يا اخوي. سموحه شايف نفسك وصلت لايه؟ ايه يا اخوي ايه؟ ايوه مش كاتب رايتك ليه؟ ده كله صدعني بقى. وين ما عندي فيديو في السيارة؟ استايم يا بدر. استايم. هاك شوف. اسمي مزعج لبعض الناس. كيف حضوري؟ سلام. اني احجر زلزال وتسعر اخضر قالي بالدنيا ما بنضار من الدنيا. ايه؟ ده شو العيال كاملة؟ ده شو؟ ده شو العيال؟ شو شغل العيال؟ ده شغل عيال يا غالي. ده عندي منها ثلاثة أربعة تحت الدليفري. اوف. اه حق الدليفري ما شاء الله. لا لا هو اذا هذا شغل عيال. انت عربيتك ايه؟ خذها مصطفى ولا انت تتمشى بهليكوبتر؟ ده شغل عيال يا بدر. ده شغل عيال. احنا بتوع العربيات دي برضه. ايه انت شلون يعني تطلع بطيارة حربية؟ لا طبعا لا طبعا. نو نو يا بدر انت بتفهمها. لما تبقى ملياردير زي هتفهمها. اوكي خلي بالك يا بدر، انا امبارح انا شفت الجوله بتاعتك بعد يعني بعد ما طلعنا مع بعض. انا لو كنت اعرف اقسم بالله كنت اول واحد ابقى عندك. اقسم يا ابن الحلال اف عليك. الامور طيبه. اسمعني بس والله ما فيش حاجه يا حوده اف عليك اخويا. انا احمد جايت اكتر باذن الله. سامحني بس والميت هنقل بس عشان انا عايز اقعد سندون يعني. ايه بس حط له وجهك بعيد. عوده يا حبيبي. انت 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 فين؟ بالقاهره؟ لا اسكندريه. طيب بس يعني قدرني في القاهره عادي. عم تستعبط عليا ولا ايه؟ لا 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 بجد، احنا حاليا قاعدين في اسكندريه بس احنا عندنا مكان في القاهره برضه. اديني المكان بروح اقعد فيه بالقاهره. قسما بالله واحسن من المكان اللي موجود كمان. يا حبيبي انت لا سيبك من الهزار. الجد جد اقسم بالله. والله لا ادري فيكم اهل مصر. والله العظيم والله ونعم فيكم. والله حبيبي تيجي تنور الدنيا يا حبيب قلب. يا حبيبي يا حودة. حودة تيجي تنور الدنيا برضه. ادينا اغنيه. ادينا اغنيه. ادينا خلينا نسمع حاجه. خلينا نسمع حاجه. اجيب اغنيه على حسين. ايه هديك في البحر تبحر، هديك في الحارة سجارة، هديك تلبس نظارة، هديك تقعد على سجارة، هديك وتقول لي لماذا؟ برافو عليك. شيخ شو هش عشان هيك سينمائي يا احمد. وهيك سينمائي. البريتش جاي يحك مع وحش المصيبة المريبة دخل الله. لا غنى غنية يا اخوي، ما نبي راب وغنية. غنية غن. شايف نفسك وصلت لايه؟ إيه؟ والدنيا ضحك عليه وبتكذب مرايتك ليه؟ ده كله قصاد عينيك يا خالد.
انظر لا تسويها بالكرسي يا ابن الحلال. ايش فيك؟ حبيبك انا عشان ظهري وقعني ايه ما تنشر. انا عبالي بتخرب يا اخي احمد شخصيه. انا ما اسمع احمد شخصيته. نعم والله نعم انا اسمع له ترى نوع الشمس والله يعني لا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني وصل معكم اغنيه لبوبا لسه ما نزلتش وليت بتسمعني يا اخويا؟ اسمعكم حاجه لسه ما نزلتش لي يا ربع الدبل حرام صح. خالد يا عم ما تكلمش على حالك يا عم حبيبك خالد. انا اسمعك ايش فيك وين رايح يا حسين؟ يا دقيقه يا انا طولي وعارف انه هتلف وهتدوري. حرام حرام يا جدعان الاغنيه دي جديده يا جدعان. الاغنيه دي دز لي اياها عوده دز لي اياها. حظك والعب اي لعبه فتح عينيك ما هي ما لعبت معاك. احمد مو عاجبه ترى عود احمد مو عاجبه. عايز تتلهي وتفرح بالعالم. بص دي بقى بنفضل ظروفك مش عايزين نشوفك. لا تطلع السلاح لا تطلع السلاح لا تطلع السلاح لا لا لا. هودة ايه ترى احمد صوت ابوك مو عاجبني. شوف لا لا مش عاجبني صوت ابوه مو عاجبني. مين اللي مش عاجبني يا بدر؟ مين؟ احمد شيبه انت صوته مو عاجبك يا ضعف. نعم هو في حد في مصر بيحبش احمد شيبه؟ الحمد لله احمد شيبه انا قاعد مصر. يا بدر ايوه يا هودة تعال. احمد انت 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 مشيت من مصر صح؟ ايه والله بس انا بحب برافو عليك والله. برافو عليك يا حسين برافو عليك. في مصر بكره في حفله زي اللي زي اللي انا رحتها اللي من كام يوم دي. وين الحفله؟ في 40 في 40 ابي نخرب الاغنيه على بابا نخرب الحفله. انا اصلا باخد فلوس عشان ابوظ الحفله على ابويا. خد خلاص خلنا اجي انا بكره ونبوظ كل شيء انا وياك. يلا بينا تعالى. انا كنت عايز اجيب معايا احمد حسن بس احمد حسن اسكندريه حوده. اه جماعه اسكندريه احمد حسن اذا تبي تبوظ الحفله خالص خالص اخذ الكنبه دي حطها بنص المسرح. الحفله هتبوظ ومش هيغني بابا ومش هيعمل ولا حاجه. انت تتحرك من هنا ده اساس عام يا بدر. بس خلي بالك احمد احمد معروف في اسكندريه. احمد اثار اصلا. احمد تعال شوف احمد. لا 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 هنتحسب كده يا حسين معلش. شوف احمد شوف شوف حاضر حاضر يا باشا. لا ده ده المج ده حلو ده منين ده؟ ما يدرون. حاضر يا حسين. اه خلاص في حد يعمل نقاش بقى كده يا جماعه هنا في اللايف. يا خالد قلبك خالد كومنت يا كبس قوي يا خالد يا 22 يا كلكم شكرا. يلا سيو شباب مع السلامه. يلا شكرا على خير حبيب قلبي. سلام يا اخوي حسين شرفت بيه حبيبي. حبيبي حوت احمد احمد حبيبي احمد. تيرارا 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 يا جدعان كروان عمال يلعب. قول له كروان خد عايزك يا جدعان. قول له كروان خد عايزك. قول له كروان خد عايزك يا جدعان. ايه ده؟ طلع طالع عندي. هو مين ثلاث كروان؟ واحد ثلاثات كده. ماشي تمام. وعامل شعره الحفلة الساعة كام؟ والله ما عارف لسه بس يعني هعرف اقول هعرف اقول لكم على الجروب بإذن الله يا جدعان. غنوة أنا لو تجيت عليكم أنا في الكدب اللي فيكم أنا